السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدأ. كيف حالكم أصدقائي؟ طبعاً قبل ما أبلش الفيديو بس حابب أذكر المشتركين عندي اللي طلبوا مني رسومات، رح أذكر لكم الرسمات اللي انطلبن مني بالترتيب. طبعاً في فيديو اليوم أكيد رح نرسم تنانين إلى الحافة. طبعاً رح أرسم شخصية البطل، شخصيتها بالنسبة لشخصية البطل بعرفش مكتوب أبو سن، يمكن خطرت صورة في راسي، معقول إنه هاي الشخصية هو أبو سن اللي بده إياها، فمشان يعني للإحتياط حابب أرسم بداية بطل المسلسل. طبعاً بعد تنانين رح يجي أنمي داث، بعد أنمي داث روبا في مدرسة الجواهر، بعد روبا رح يجي رسم جوجو في دراغون بول، بعد جوجو أنمي غيلان طوكيو، بعده جين فريكسي أبو جون فريكسي، وبعدين أولوكا اللي هي شقيقة كيلوا، وبعد أولوكا ورد رح يجي ورد، فتحت عليه على الإنترنت اللي بسوق بسكليت عم أعتقد، وبعدين فتحي من أبطال الكرة كمان انطلب مني، وابنتي العزيزة من قصة رواية، وفلونا وماري. هسا بالنسبة للطلبية اللي اجتني للرسوم وجوه طبيعية، انطلب مني ارسم شخصية ممثل هندي وهيك، فانا شو بدي احكي لها انه هاي القناة مخصصة لرسم الانمي، بس ان شاء الله على وعسى مستقبلا ان افتتح قناة مخصصة لرسم الوجوه الطبيعية اكيد، نظرا لان الرسم الوجوه الطبيعية تستغرق وقتا طويلا، يعني مضطر قسم الفيديو لاجزاء مشان الصورة الطبيعية بتعرف كيف معالم ودقة وبدها بصراحة. فأنا حاليا رح أبلش برسم الأنمي وسأرى ذلك فيما بعد. تمام، خلونا نبلش في الصورة. طبعا الصورة اللي رح نرسمها هي هاي الصورة أكيد له، أنا قصدت عن هذا شخصية البطل اللي رح أرسمها، ومعقول اسمه أبو سن هذا؟ أنا بتابعوش بصراحة، بس راح أبلش أرسم في هاي الشخصية وإن شاء الله يا ربي. تمام، تنسوش تحطوا ورقة احتياط وراء هاي الورقة، لأن في هذا الفيديو مش راح نستخدم قلم التخطيط لأن الصورة اللي راح نرسمها ثلاثية الأبعاد، بس راح نستخدم قلم الرصاص والمحاي إن أمكن، إذا أخطينا لا سمح الله يعني بتعرفوا نمسح أول بأول. بداية كالعادة أكيد راح نعمل خط هاي الطريقة، طبعا هو وجهه هان يعني بتطلع هيك إلى الأمام، هنعمل خط طويل وجهه مطول شوي، هو رح عينيه بيضاويات الشكل، طبعا هاي العين الأولى، العين الثانية أكيد نفسها بتكون بيضاوية الشكل، هاي الطريقة. بعدين لون بس هيك نكبر شوي العين، يعني قليلا ليس كثيرا، الطريقة. بعد ذلك سنعمل أكيد الجفن، هاي الطريقة. بعدين رح نرسم طبعا لون العين والبؤبؤ رح يجي في الوسط يعني هيك، هاي الطريقة، وما نخلي عينه تلمس الحافة السفلى من العين، يعني هون نترك بياض، فاهمين علي؟ بعدين راح نحط بؤبؤ عادي في داخل هاي العين.
طبعا هاي العين اجت في الوسط، هاي العين راح تيجي هيك قدام شوي. نضعها دائرية بالتدقيق بهذا الشكل. نعم، بعد ذلك سنعمل خط هنا، أنفه كبير نوعا ما قليلا ومنفوخ. سنعمل خط بهذا الشكل كخط أولي، هذه الطريقة هكذا كالصحن يأتي. بعد ذلك سنعمل فتحة من هنا هكذا صغيرة، وفتحة نصف مبينة هكذا يعني هذا الشكل. شفتاه لا يوجد لديه، شفتاه صغيرتان جدا، فسأعمل الفم، فمه عريض قليلا بهذه الطريقة. وهكذا حفة الشفاه من الأسفل. بعد ذلك سأقوم بعمل الحاجبين، حاجبيه هكذا خميلتان نوعا ما. الحاجب الأول والحاجب الآخر، مع العلم أنه حواجبي راح يختفين لما نعمل غرة الشعر أو خصلة الشعر الأمامية بهذه الطريقة. بعد ذلك سوف نقوم برسم الوجه، وجهه طويل قليلا. طبعا نعمل خط بهذا الشكل من هنا، وأيضا سأعمل خط هنا، لحيته ستأتي هنا، وسنقوم بطعج الخط بهذا الشكل عظمة الوجه هذه الطريقة. وهنا أيضا سنقوم برفع الخط بهذه الطريقة. الآن سوف نعمل الأذن، لكن قبل ذلك هنا توجد هكذا خصلة شعر بين الأذن والوجه، وتكون الأذن هنا هكذا، ولكن الأذن عملت هكذا لأنها لا تبان، لأنها ستغطى بالشعر. بعد ذلك سنقوم بقسم بالخط الأول، سنقوم بقسم الصباح أو الجبهة بهذه الطريقة، وبعد ذلك سوف نقوم برسم الشعر. طبعا الشعر رأسه يأتي من هنا بداية، سنعمل من هنا سنبدأ برسم الشعر، لأن شعره لها تمشيطة خاصة من هذه الجهة هذه الطريقة. هكذا بهذا الشكل لا بأس، هكذا اعملوا خطوط، لأن هذه تعتبر خطوط طولية أولا وأخيرا. وبعد ذلك سأقوم برسم من هنا حافة الرأس بهذا الشكل. أذنه هذه لا تبان لأنها مخفية في الجهة الأخرى من الوجه. وبهذه الطريقة يعني بصراحة، إذا بدكم الصراحة، فكرت إني بدي أستصعب رسم وجهه، بس شكلي مركز اليوم ضبط وجهه معي على آخر الحمد لله. طبعا رح نرسم هنا أيضا قليلا هكذا من الشعر هذه المنطقة بهذا الاتجاه. طبعا هكذا، ومن أيضا خلف الأذن هكذا. وأنا أيضا يوجد شعر، ديروا بالكم أنا في شعر عملناه في البداية الخصل مشان نرسم الأذن هنا. وهكذا يعني وجهه سهل وبسيط جدا. بعد ذلك سنعمل رقبة، رقبته ضعيفة نوعا ما لأنه في هذه الصورة وهو صغير، يعني له أجزاء وهو رجل كبير، ولكن أنا أحب أرسم الصغار أكثر، يكونون هكذا أنعم وأبرأ قليلا
نوعا ما. من هنا هكذا سأعمل الرقبة. دائما الانيميشن ثلاثي الابعاد التي يصنعونها في امريكا تكون مضحكه مضحكه كثيرا، يعني فش ولا في، يعني لحد الان عن جد معقول في افلام سيري ذاتيه في انيميشن زي هيك؟ بشوفش السيري الذاتيه الا في افلام اليابان، بس اليابان الانمي ابصر كيف غصب عنه الواحد بيعشق، وبتعلق المشكله كمان في شخصيات كرتونيه. طبعا هذا الكتف، طبعا هذا الكتف اذا انتم مركزين معي، هنا ايضا الجهة الاخرى من الكتف. الان سوف نقوم بمسح الخطوط الاولية بهذه الطريقة، ومن هنا ايضا. هذه فقط لتساعدنا على الرسم، وهكذا كما ترون. هكذا تقريبا انتهت معنا الصورة. سوف أقوم فقط بالتحديد بالرصاص هكذا قليلا لكي تبان في الصورة المصغرة التي سوف أضعها في نهاية في بداية الفيديو عندما ترونه. عفوا سوف امسح هذه الخصلة مبالغة قليلا، لا نريد ان نعبث في شخصيته، دعوها كما هي. وهكذا هكذا انتهت الصورة تقريبا. سوف أقوم بوضع هنا علامة اللماع في العين بهذه الطريقة، هنا سيأتي البؤبؤ أيضا، ولكن سندعه في الفيديو القادم. فقط أريد أن أقسم شعره هكذا لكي نبان قليلا من الغرة الحاجب عفوا، فهذا كله سيتغطى هذا الشكل. وهكذا أصدقائي انتهى فيديو الجزء الأول، وأنا بصراحة مستغربة إنه ليش مشي معي بسرعة شكله مزاج رايك اليوم. ونلتقي في الجزء الثاني إن شاء الله في تلوين الشخصية، وما أعتقد تلوين الشخصية رح يستغرق وقت أكثر من الرسم. نلقاكم هناك، سلام.